الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، روتين جديد باذن الله. روتيننا ديال اليوم غادي نبداه معكم من الصباح. اليوم الاربعاء. المهم اليوم كيجيو الدراري يتغداو، غادي نوجد لهم واحد الغديوه اللي ساهله بزاف ودغيا دغيا كتوجد، ما كتاخذش الوقت نهائيا. المهم اول حاجه بديت بها هي هي الخضره. باش نفور الخضره، اول حاجه نقيت الخضره، غسلتها مزيان وخليتها تصفى. بزاف البنات كيقولوا لي كيفاش كتستعملي هاد المبخره هذه، انا ما بغيتش نعمرها دابا حتى نوريكم. المهم انا غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملها وصافي. في نفس الوقت هنا عندي شي حويجات غادي نشارك معكم ان شاء الله فيديو بوحدهم، بعض التحضيرات ديال رمضان. ودايره الماكينه راه خدامه كتغسل في المعان، انا راه ما بقاش لي يبقى لي واحد الطاجين نغسلو وصافي. من البارح ديال العشاء هذاك الطاجين صافي، هكا غادي يدوز هاد النهار ان شاء الله. المهم اهم حاجه هو ان هاد الغداء غادي يعجبكم بزاف لانه ساهل دغي دغي ولكن بنين. المهم خليكم معايا وفرجه ممتعه. انتما البنات كنحيد هادي وكتكون هادي حتى هي هنا، كنديرها كنعمر الماء هنايا. انتما كيف كتشوفوا هنا راه كاين واحد الدجاجه هنا كتبين لكم شحال عمرات بالماء، وما انا غادي نعمرها كامله. هادي وكنحط هاد الخطا هذا صافي. غادي نحط الطبقه الاولى هنا تيكونوا مكتوبين فيهم الارقام، هنا رقم واحد غادي نحطها هي الاولى. غادي نرش شويه الملحه، وحيت بزاف البنات كيسولوني على كيفاش كنخدمها، وما طريقه سهله وزوينه صراحه كانت تنفع هاد المبخره. وغادي ندير فوقها البطاطا. بطاطا هانتوما راه مكتوبه رقم جوج في هاد الشبكه الثانيه، هما راه عندي فيهم ثلاثه شبكات ولكن غنستعمل غير جوج حيت هما اللي حاجتي فيهم. ايوا صافي. وغادي ندير شويه ديال الملحه من الفوق ديال البطاطا، وغادي نسد عليها. هادي حتى هي كتكون معاهم، هادي كيديروا فيها الرز، انا ما غاديش نحتاجها. غادي نسد بحال هكا ونخدمها صافي. غادي نخدمها ساعه وغادي تطفى بوحدها، اصلا ساعه راه كافيه باش تطيب ليا اللوبيا والخضره. صافي غادي صافي دابا غادي نخليها. هنا كنت نسيت الخيزو ما عطاتوش حيت بغيت ندير الخيزو مشرمل. قلبت هنا درت هو اللي في رقم واحد حيت هو اللي ما كيطيبش دغيا، ومن بعد غندير فوق اللوبيا والبطاطا. غادي ندوز للطبق الرئيسي اللي غادي يكون هو الطنجيه في الكوكوط. المهم هنا عندي تقريبا واحد كيلو ديال اللحم. اول حاجه قبل ما ندير غندير واحد الطويمه ديال الزعفران، عندي طويمه ديال الزعفران شاره. غادي نقعد غير وحيده في كاس ديال الماء، وغادي نضيف اللحم الاول. عندي هنا واحد كركوبه ديال الثومه، غادي نديرها كامله غير صغيره، غسلتها بالقشره ديالها. غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الكمون تكون عامره، معلقه صغيره تكون عامره ديال عصبر يابس مطحون. غادي نضيف شويه ديال السمن تقريبا واحد معلقه صغيره. غادي نضيف واحد نص حامضه مصيره حيت عندي كميه اللحم قليله. غادي نحيد ليها القلب ديالها. البنات ممكن نفس هاد الطريقه ديروها بالدجاج اولا بلاداند، كتجي زوينه بنفس الطريقه. زيد شويه ديال الملحه، ما غاديش نكثر،
غادي نزيد داك الكويس اللي درت فيه الزعفران، ونفس الكاس زدت فيه شويه ديال الزيت، تقريبا 4 كاس ديال الزيت. صافي غادي نسد عليها حتى تطيب، تقريبا واحد الساعه المهم على حساب اللحم، وغير هو ديروا العافيه مهيله وخليوها تطيب على راحتها. دابا راه طابت الخضره ديالنا، طفيت عليها وخليتها حتى كتبرد. غادي ناخذ الخيزو وغادي نديرو في المقله، حتى الكوكوط راه طفيت عليها طابت، وهنا البيض سلقتو باش غادي نزين السلطه ديالي. وصافي دابا غادي ندير في المقله، غادي ندير في المقله غادي ندير فيها الخيزو. غادي نزيد عندي، ما بقاتش عندي الثومه، بقات عندي غير هاد الشويه، غادي نزيد هادي وغادي نزيد واحد بودره الثومه، غادي نقطعها بحال هكا طريفات. اصلا عندي كميه قليله من الخيزو. بالنسبه للخيزو فاش يا اما تفوروه يا اما تسلقوه، هو من الافضل يكون مفور كيجي افضل. ما تخليوش حتى يطيب بزاف ويهرى، غير يعني يبقى شاد راسو. هانتوما راه طيب ولكن شاد راسو. غادي نزيد شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس، كنكثر واحد شويه. عندي واحد نص حامضه مصيره، نقطعها بحال هكا دوائر. شويه الكمون وشويه الملحه. نزيد شويه السودانيه اختياريه، شويه ديال التحميره، ضفت شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط، غادي نشعل العافيه نخلط حتى كتشحر لينا هاد الخيزو هادو. عرفتي البنات هاد الطريقه كتجي لذيذه، غير جربوها، وممكن ديروها حتى في قرعه خضراء. او غادي ندوز للسلطه، هنا خديت جوج طباسل، غادي نحط كميه من البطاطا. غادي نزيد اللوبيا الخضراء اللي حتى هي فورتها. ها هو الخيزو ديالنا بعد ما تشرمل كيجي على هذا الشكل. صافي نطفي عليه دابا ونخليه. غادي نزيد الخيار من بعد ما نقطعو على النص بحال هكا، قشرتو الخيار. غادي نزيد شويه البصله اللي غادي نقطعها واحد الشرائح اللي تيكونوا رقاع. نزيد شويه الذره اللي غسلتها، غير شويه شويه من الخضره، كتلقاو التبصيل عامر يعني كديروه متنوع. نزيد شويه الزيتون كحل غير شويه. نزيد شويه ديال الطون، الصوص اللي غادي ندير من الفوق درت فيها معلقه كبيره ديال الموطارد وجوج معالق كبار ديال المايونيز، خديت عاوتاني شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نخففها بشويه ديال الماء. درتها هنا في هاد البلاستيكه وغادي ندوز هكا خطوط، هكا كتجيني ساهله باش نزين كيف ما بغيت. غادي نزين بالبيض المسلوق، فهو الشكل ديال السلطه ديالنا. شفتوا كيف تجي؟ غير شويه شويه من الحاجه وعمرت التبصيل، وكتجي لذيذه. ممكن تعتمدوها كطبق رئيسي، اولا ممكن ترافقوها مع اللحم او الدجاج او الحوت، كتجي لذيذه بزاف.
اخر لحظه البنات يعني حتى بغيت نوجد نحط الغداء فوق الطابله، غادي نوجد العصير. واحد العصير البنات ساهل، المركز ديال الحامض اللي كنت صايبت معاكم ودرته في المجمد، انا اول مره غادي نخدم به. شوفوا كيف كيبقى، راه كان في المجمد وما كي ما كيجمدش نهائيا. شوف شفتوا. المهم انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفه ديالو في صندوق الوصف. هذا المركز هذا كتضيفوه مع اي نوع ديال الفواكه، ديروا العصير ديالكم كيجي لذيذ. المهم انا غادي ندير واحد جوج معالق كبار، ما كيحتاج انكم تضيفوا لا سكر لا والو حيت اصلا هو راه فيه السكر. صافي. وعندي هنا جوج بنانات صغار، الى عندكم بنان كبير وتفاح كبير ديروا غير وحده وحده. عندي جوج بنانات صغار وجوج تفاحات صغار، وغادي نطحنهم مع واحد اتر ونص ديال الماء، والعصير ديالنا كيكون واجد. هاد العصير هذا الزوين البنات حتى في رمضان حتى لاخر لحظه وجدوه. كيف كتشوفوا راه زدت الماء، هذاك المركز راه باقي لتحت. دابا غادي نطحنو ونوريكم الشكل ديالو. هانتوما العصير ديالي من بعد ما طحنتو، عرفتوا البنات غير جربوا هذا المركز كيجي لذيذ. ان شاء الله غادي نعاود حتى ديال الليمون باش في رمضان حتى هذا راه غادي يسالي ليا دغيا، ونعاودو هو وديال الليمون ان شاء الله باش في رمضان تجيني ساهل العصير، حيت ضروري عندنا حنا. شوفوا كيفاش كيجي. بسم الله. عرفتوا البنات والله يتفن واعر هاد العصير هذا، ديروا معاه تفاحه وبنانه يجي خطير. البنات هنا دابا راه كملت كل شيء، كنتسنى غير الدراري يوصلوا عيطهم، باقي ماشي ربع ساعه نمشي نجيبهم وصافي. ديك الساعه غادي بعدا قبل غادي نطرف الدنيا. هانتوما هنا كلشي وجدتو، هنا واحد المسمنات ديال طريقه زوينه ديال التريد اولا مسمن ديال الرفيزه، عرفتو كيجي زوين بزاف. هادو ما حليتهم جيتو حطيتهم. المهم ان شاء الله غادي نشاركها معكم، وكذلك العجينات ديال البيتزا ها هما. شوف كيفاش كيجيو، غطيتهم بحال هكا باش يبقاو مزيانين. تما دابا غادي نخبيهم. بالنسبه للتريد ما غنديروش اليوم يعني حتى نهار السبت، غير وجدتو اليوم وغنديرو في المجمد ونهار السبت نجبدو. غادي نمشي نحيد عليا الدروينه هذه كامله، طرف كل حاجه بلاصتها، نخوي الماكينه فما عن مغسولين ونعمرها. البنات ها هي المائده ديالنا كيف كتشوفوا. هنا ها هي اللحم الطنجيه في الكوكوط، هانتوما راه كتجي لذيذه بهذه الطريقه، جربوها. شوفوا كنخليها اصلا هي ما كتطلعش الماء بزاف، وبالنسبه للكوكوط راه ديروها على عافيه مهيله وخليوها تقريبا ساعه كطيب دغيا دغيا. السلطه ديالنا ها هي، والسلطه ديال الخيزو ها هي، وصافي العصير ها هو حتى هو. صافي غادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات جداد وروتينات جداد باذن الله.